أهلا وسهلا بيكم في قناة مجلة المجتمع الكنسي. موضوعنا النهاردة موضوع مهم جدا ويريد كلنا نسمعه للآخر، وهو أول رد فعل من الكنيسة بخصوص الكتاب المزعوم وهو المعنى الصحيح لإنجيل المسيح. ياريت كلنا قبل ما نسمع موضوع النهاردة نشترك في القناة وندوس على زر الجرس علشان توصلنا كل الفيديوهات الجديدة. نشر منذ قليل على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيان مهم جدا لدار الكتاب المقدس بمصر، حيث أصدرت دار الكتاب المقدس بمصر بيانا اليوم نفت فيه علاقتها بالكتاب المزعوم المسمى المعنى الصحيح لإنجيل المسيح، مشيرة إلى أنها لم تشترك في أي عمل يخص الكتاب المذكور، مشددة على أن لجنة داخلية متخصصة قامت بالاطلاع على الكتاب ورفضت مضمونه ومنهجية إعداده. وأثار الكتاب المسمى المعنى الصحيح لإنجيل المسيح ضجة ملحوظة الأيام الماضية، أثر تداول مقتطفات من محتوى تضمنت ترجمة لبعض آيات الكتاب المقدس تعمد إلى تقديم معاني للآية تتنافى مع أساسيات الإيمان المسيحي المستقيم. نص بيان دار الكتاب المقدس بمصر بخصوص كتاب المعنى الصحيح لإنجيل المسيح: وصل لدار الكتاب المقدس العديد من الاستفسارات بخصوص كتاب المعنى الصحيح لإنجيل المسيح، لذا نوضح ونؤكد على الآتي: أولاً، لم تشترك دار الكتاب المقدس بمصر أو أي شخص يعمل بها في هذا العمل على الإطلاق، سواء من ناحية الفكر أو الإعداد أو التنفيذ. ثانياً، لم ولن تقم دار الكتاب المقدس بمصر بتوزيع هذا الكتاب بأي صورة، مطبوعاً أو إلكترونياً. ثالثاً، تقوم دار الكتاب المقدس بمصر بنشر الترجمة العربية البيروتية فان دايك، وتحتفظ بحقوق الطبع والنشر في مصر والعالم لهذه الترجمة المستخدمة والمعتمدة منذ عقود عديدة من معظم الكنائس في مصر والعالم العربي. رابعاً، بمراجعة لجنة داخلية متخصصة للإصدار المذكور كان تقريرها كالتالي: رقم 1، رفض مضمونه ومنهجية إعداده، حيث لم يتوفر له الالتزام بمعايير وضوابط الترجمة التي أقرها اتحاد دور الكتاب المقدس ويتفق عليها علماء الترجمة والمتخصصون فيها. رقم 2، أبدت هذه اللجنة انزعاجها الشديد من بعض المفردات والمصطلحات المستخدمة في هذا الإصدار التي تقود إلى زعزعة الكثيرين عن الإيمان والحقائق الأساسية التي يجب أن يتعامل معها الجميع بكل يقظة وحذر. رقم 3، من غير المقبول أن تؤدي محاولات التبسيط للتواصل مع مختلف الثقافات إلى مثل هذا الخلل الجوهري في التعبير عن أساسيات وثوابت كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. إنجيل معلمنا متى إصحاح 5 عدد 18. دار الكتاب المقدس بمصر. أرجو من الجميع بعد سماع هذا الفيديو والبيان المهم اللي أصدرته دار الكتاب المقدس بمصر، وأيضا نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أرجو الحرص والحذر من مثل هذه الكتب التي تدعو ظاهريا إلى التبسيط ولكن في مضمونها خلل كبير في العقيدة وبعد عن إيماننا المستقيم اللي أبائنا الشهداء ماتوا وسفكوا دماءهم من أجله، ولازم إحنا نحافظ على هذا الإيمان ونسلمه لأولادنا. أرجو الحرص وعمل شير علشان يوصل للجميع ويخلوا بالهم ويبعدوا عن مثل هذه الكتب والهرطقات.